الله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلى وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عتل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة یعنی خدایا این گرفتاری را از این امت برطرف کن. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. همه با هم العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الصلوات That's true.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا مقلب القلوب والأقصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا صلوات خير سلام کنم، دست تکان بدم، اینا همه از آداب فرشتگی است. نخواهم از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشم، مالک چیزی بشم که حق من نیست، زیر بارانی بایستم که همه را به یک اندازه خیس میکند، همین که عقلم با حیا باشد خودم را در سمت فرشتگی قرار دادم. همدلی با آدمی شخصیت میدهد، چنانکه دوست داشتن عشق با آدمی شخصیت این دعای یا مقلب القلوب رو همینجور زمزمه کنید تا این لحظات پایانی سال ما همه تصویر حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام خدا انشاءالله به حقیقت علی بن موسی رضا مملکت ما رو هم حفظ کنه انشاءالله بهار فرا گرفته ملت ما رو حفظ بکنه انشاءالله گرفتاری و شرف بشه همه گرفتارا همه مریض ها همه رو دعا میکنید شیعیانی که گرفتارن در عراق در سوریه در کشورهای دیگه در بحرین همه رو دعا بکنید انشاءالله همه حقیقت علی بن موسی رضا علیه السلام و وجود نازنین نام زمان علیه السلام همه انشاءالله گرفتاریشون برطرف بشه از خدای تبارک و تعالی عاجزانه استدعا میکنم که این جمهوری اسلامی را قدرت عنایت کنند و اسلام را در همه جا تقویت کنند. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوارمون و ارواح مقدسه شهدای عزیزمون و دعای مستجاب امام زمان و عجل الله فرجه را شامل حال ما بگردان. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود ببرم. یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. آغاز سال 1394 هجری ماه یا مقلب القلوب والأبصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طرعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات تو اومدی میخوای اینو خاموشش کنی؟ آره.